شراء هذه المستحضرات اللي خاصة إما تحمل ادعاء طبي بتكبير أجزاء من جسم المرأة أو تصغير وتنحيف أجزاء من جسم المرأة، شراء هذه عبارة كلها عن مستحضرات غير مسجلة بدولة الكويت، وهذه المستحضرات مركباتها الداخلية غير معلومة وداشة الكويت بطريقة غير شرعية لأنها غير مسجلة. النصيحة لكم لا تشترون مواد تجميل إلا من الصيدليات أو المحال المرخص لها بذلك. مستحضرات خاصة في الرجيم والتنحيف كلها غير مسجلة في وزارة الصحة. البنات قاعد يشترونها والشباب قاعد يشترونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. قبل لا تشترين أختي أي شيء طالعي هل هو مسجل في وزارة الصحة واحتوائه على المادة الفعالة الحقيقية اللي هي غير ضارة بصحتك. كثير من الحالات سمعنا عنها توفت، كثير من الحالات المرضية كان سببها شراء هذه المستحضرات بغرض التخسيس وهي بالنهاية غير مسجلة وتحتوي على مواد سامة وضارة بصحة الإنسان ومحرمة استخدامها دوليا وليست ممنوعة فقط محرمة.